يقول: أنا مقيم في مكة وزرت بلاد الحبشة، وبعد عودتي نويت العمرة، لكن تعذر لي أخذ الإحرام من الطائرة وأحرمت بلباس العادي، فماذا يلزمني؟ نعم، إذا كان ما معك ملابس إحرام وأحرمت بملابسك فلا بأس بذلك للحاجة والضرورة، لكن تخفف المخيطات، تكشف رأسك، تجعل السراويل على أسفل بدنك، تلبس السروال وتطرح الثوب على أعلى بدنك، ما تلبسه تدخل يديك في أكمامك، وإنما تخلعه وتلف نفسك به لفا. نعم، إلى أن تجد تنزل من الطائرة وتجد إحرام، تخلع السروال وتلبس بدله الإزار.